السلام عليكم الاخوان، حياكم الله جميعا. اليوم جبنا لكم واحد الفيديو جديد من هواتف ديال ريلمي 9 اي اللي هي مطلوبه في السوق ديما تقليله شويه. كما درنا ليه المراجعه وشفنا المراجعه ديالو، شفنا الشارجور، شفنا الديزاين ديال التليفون كي داير، وين غادي نهزو التليفون ديالنا. هو هذا التليفون، هذا هو ريلمي، هو ريلمي 9 اي اللي هو زين، وفيه 128 جيجا وستفرام، واحد هاتف اللي رائع جدا، اللي هو تليفون زوين مخير صراحه الله، في واحد الثمن اللي ثمن داير ليه الثمن زوين صح. ريلمي بنا ان شاء الله من هنا قدام تكون مقدمه بحال كي دار في ريلمي ويت وريلمي ويت برو، صراحه طلع تمشاو هذوك مزيان. واخا ماشي هذا، ماشي سوبر امولود، ولكن الحمد كاين واحد الثمن زوين فيه، زوين صراحه الله. 2200 درهم داروا لي واحد الثمن، يا سلام. التليفون ديالنا الاخ جبنا على الكاميرا ديالته، هي كي دايره في الشكل ديال ديزاين صح. هاد الكاميرا دي زوينه تقريبا، كاع التليفونات اللي جايين جداد داري لي بحال الكاميرا هادو، بحال دابا الرينو 7 اللي بيخرج دابا بحال الديزاين ديال الكاميرا. كاع التليفون ديال 2022 دايرين كاميرا بحال هكا، ما بقاش تيديروا 4 الكاميرات ولا 5 الكاميرات، تيديروا 2 3 صافي تيحبسوا. كيما كتشوفوا هاد التليفون راه فيه اللون الزرق وفيه اللون كحل. انا بزاف شفت شحال من فيديو في اليوتيوب بحال هكا تحلوا اللون الزرق، انا اخترت اللون كحل باش يبان لكم هذا اللون كحل. كحزه خوست كما كتشوف كاين شي خيوط خطوطه هنا، في تكون الخطوطه ديالته في الكروم ديالو كحل زوين. لون براند كتكون في الجنب. التليفون رائع صراحه الله، جدا رائع بزاف، تليفون زوين ما شاء الله. وصافي فيه كابل ديال التيب سي، وفيه كيتمان هنا وباف هنا، فيه نزيدكم وحده اخرى فيه باف ستيريو، اذا الا تلقتي شي موسيقى ولا امبيتر ولا شي حاجه تكون داك الشيء ستيريو زين. هذا الشيء رائع صراحه الله. ريلمي درت واحد التليفون اللي هو صراحه الله مزيان، ونكذب عليك كان درد. نتمنى ان شاء الله هذه الشركه ديال ريلمي تكون المنافسه ديال شي واحد الشركه اخرى لك عارفينها صراحه الله. بالنسبه لي انا عجبني التليفون صراحه، عجبني التليفون، ديزاين زوين. المهم ما اي قلت لك شي حاجه، قلت لكم شي حاجه ما يمكنش. المهم خصك تعرف التليفون، تشد التليفون باش تعرف التليفون كي داير. حزه اخويا نشوفوا الجيجات اللي فيه، غادي ندخلوا بارامتر، غادي ندخلوا لهادي ها هما، ونزيدكم وحده اخرى يا اخوان الله يجزيكم بخير. كحز اخويا لطفيك حز. بالنسبه للرام بلس راه فيه، ممكن تزيد الرام، هو راه فيه 6 في الرام، وممكن تزيد الرام، تزيد فيه 2 جيجا في الرام، 2 جيجا اخرى ها هي كاينه مكتوبه هنا 2 جيجا بلس، ممكن تزيدها تولي 8 في الرام. ها هو الاخوان فيه 128 جيجا و6 في الرام، وفيه الرام بلس، وفيه باف ستيريو، وصراحه الله زوين مخير، واعر 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 واعر. نتمنى يكون يتمشى اكثر من ريلمي ويت والويت برو لوز، هذا لوز تليفون لوز لوز اخاي لوز. نشط ليا معارضك حز كحز كحز. عندك وحده اخرى سناب دراغون شحال هادي 680، الناس ديال اللي جو نشاط ليها معرض الباتري 5000 الباتري 50 ميجا بيكسل، اللي هي الناس اللي كيقلبوا على التليفون على الميجا بيكسلات بحال البنات وداك الشيء. راه التليفون صراحه الله تيقلبوا اي بنت باش تشري التليفون، اي بنت باش تشري التليفون صراحه الله ما كتجيش باقي تسول على الكونفيغوراسيون ديالها، كتجي كتقول لك الكاميرا زوينه. بالنسبه للدراري كيسول على الكونفيغوراسيون صح، سناب دراغون ولا ميدياتيك ولا هكا تيسولوا. صراحه التليفون فيه سناب دراغون 680 باش ما نغلطش 680 50 ميجا بيكسل، 33 في الشارج ديالو، 33 واط في الشارجر ديالو، فيه كابل ديال التيب سي. والاخوان راه صراحه التليفون هو قليل شويه في السوق، وحمد الله دخل وعليه الطلب. والسلام عليكم الاخوان، اللي شاف هذا الفيديو هذا يبارطاج مع الاصدقاء ديالو باش يوصلكم الجديد ديما ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم عند أبو عائشة مراكش في حي الزفريتي. والسلام عليكم، ديما تبعوا معنا الجديد إن شاء الله. والسلام عليكم.